سيدنا عمر بيقول: ما أعدل الحسد بدأ بصاحبه فقتله. والتاريخ خير شاهد على وقوع أغلب من حسد في أعظم الخطايا، وكانت نظرته للي في إيد الناس سر حسرته على اللي في إيديه، وقفل باختياره أبواب السعادة المتاحة قدام نفسه. إبليس كان الجن الصالح زين العابدين، وكان يعيش وسط الملائكة، لكنه أصبح مصيره الطرد من رحمة الله لأنه حسد أبو البشر آدم عليه السلام. وقابيل حرم نفسه من قصة حب جميلة مع المرأة الصالحة لأن عينيه كانت على جمال اللي من نصيب أخوه، فانتهت حياته قاتل قاطع للرحم. الطموح هو سر نجاح الإنسان، وهو الدافع اللي بيحركه علشان يحقق حلمه، وهو أيضا سر الفشل لو كان عامل زي الحصان الجامح وما كانش متلجم بزمام الرضا بالمكتوب. الضبع حيوان منبوذ في الغابة لأنه دايما ما بيرضاش بصدقه، ودائما باصص للقمة اللي في إيد حيوانات أخرى، علشان كده حياته كلها صراعات وغالبا تنتهي بجراحه. لذلك كان التوجيه الرباني: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. كان اللفظ القرآني دقيق لكل واحد دايما عينيه ممدودة لبرة، فمش قادر يشوف اللي في إيديه. كأن ربك بيقول لك: ارضى باسمتي تحلى في عينيك نعمتي. فاستيقظ كل صباح وأنت ترى أنك مثل الملك، ما عنده يكفيه وما عند غيره لا يعنيه، وخليك إنسان جديد.